احنا لما بنتكلم عن التوريث في الفن بنقول مش لازم نرسخ قيمة التوريث. الفن ما فيهوش توريث المفروض يعني، لكن اللي حاصل ان فيه موجود. كل ولاد الفنانين بقوا يمثلوا، كل ولاد النجوم بقوا يمثلوا، كل ولاد المخرجين بقوا يخرجوا، كل ولاد المصورين بقوا يصوروا، خدوا فرص الناس اللي عندها موهبة حقيقية. أكيد في مصر، في مصر مواهب كتير جميلة، مواهب كتير، ناس عندها مواهب تقدر تطلع على الشاشة وتقدم فن جيد أحسن من الناس اللي بتقدم دلوقتي، لكن للأسف الناس دي مش واخدة فرصة. لازم ندي فرص لأي حد عنده موهبة جيدة، دارس وعنده موهبة ويقدر يقدم فن جيد. لازم نحافظ على قيمة الفن المصري اللي احنا تربينا عليه. مش لازم نشوف مشاهدنا اللي احنا بنشوفها وبنخجل منها. عايزين نقدم فن جيد للناس، فن يحترم المشاهد.